بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم النهاردة عن 4 حاجات في الروماتولوجي: الديفينيشن يعني ايه روماتولوجي، الاتيولوجي الأسباب، كلينيكال بيكتشر وايه المانيفستيشن بتاعتها، وآخر حاجة الانفستيجيشن. تمام، نبدأ بأول حاجة الديفينيشن يعني ايه روماتولوجي. قال لك هو عبارة عن كونكتيف تيشو ديس اوردر كاركترايزد باي ارتكولار واكسترا ارتكولار مانيفستيشن موست بروبابلي اوتوميون. يعني الكلام ده كونكتيف تيشو ديزيز يعني معنى ايه؟ احنا عارفين كونكتيف تيشو يشمل الكارتج، بون، تندون، ليجامنت، ارتكولار كارتج وكل ده والديسك وكل ده، فبالتالي فهو عباره عن اوتوميون ديزيز بيأثر على الكونكتيف تيشو كله او حاجات منها على حسب نوع ايه الديزيز ده. فهو كونكتيف تيشو ديزيز بيتميز في عنده ارتكولار مانيفستيشن وفي اكسترا ارتكولار، سواء كانت على المانيفستيشن على اي حاجه كونكتيف تيشو، على الهارت، على الريسبيراتوري، كان ده اي حاجه اسمها اكسترا ايه ارتكولار. تمام، ايه الاسباب بقى بتاعه الروماتولوجي الامراض دي عباره عن ايه؟ قال لك برضه ستيل كوتشنبل، اللي هو لسه ما عارفينش سبب معين، ولكن اكتر سبب ليه هو اللي هو اوتو اميون، هو ايه اوتو اميون ايه ديزيز. تمام، برضه في جينيتك فاكتور بتلعب بلاي رول. تمام، زي مثلا واحد كان عنده مثلا بوزيتيف فاميلي هيستوري، اللي هو الناس كان عندها بقى قبل عن كده ايه ابوه او امه او كده كان عنده روماتولوجي او روماتويد ديزيز، كان عنده مثلا ارثرايتس او كان عنده سيستميك لوبس وهكذا. تمام، 2 قال لك هالا اسوسيشن. هالا ده يعني هيومن ليكوسايت انتيجين، يعني مستضد الكرات الدم البيضاء، يعني في انتيجين للليكوسايت ده فمسبب لي ايه اوتوميون ديزيز. تمام، طبعا احنا عارفين الليكوسايت والليمفوسايت والحاجات دي كلها بتشتغل في المناعه. برضو في من ضمن الحاجات في انفايرمنتال فاكتورز، في برضو دراج انديوست فاكتورز، يعني زي مثلا الهيدرالازين. الهيدرالازين ده بتاع انتي هايبرتنشن دراج. تمام، ده برضو ممكن يعمل لي حاجه اسمها دراج انديوست سيستميك لوبس، وده هنعرفها بعدين. تمام، في هرمونال فاكتور، وبيقول لك في الهرمونال فاكتور ده عندك الفيميل بتبقى اكتر من الميل، وده في حالات السيستميك لوبس. تمام، ده بالنسبه للايتيولوجي والاسباب بتاعتها. كلينيكال بيكتشر بقى قال لك ايه، في كل الامراض بتاعه الروماتولوجي تبقى نسبه الحدوث او الانسيدنس في الفيميل اكتر من الميل، ما عدا في حالات الجوت اللي هي النكروس، 2 البولي ارثرايتس نودوزا، ودي عباره عن ايه، عباره عن فاسكولايتس وفيها نكروزس. تمام، او نكروزس انفلاميشن في الارتري، ده اسمها ايه بول ارثرايتس نودوزا. والانكلوزس سبونديلايتس اللي هي الميت دي بتاعت ايه، بتاعت الانفلاميشن في الجوينت اوف ذا سباين. الثلاث حاجات دي تبقى مور في الميل عن الفيميل، لكن المور في الفيميل كل امراض الروماتولوجي ايه تبقى اكتر في الفيميل عن الميل. قال لك يعني بصت الروماتويد ارثرايتس في الميل اكتر من في الفيميل اكتر من الميل بنسبه 3 الى 1، لكن سيستميك لوبس في الفيميل برضو اكتر من الميل اكتر لمده، يعني الرينج بتاعه من 9 الى 3، 9 من كل 9 فيميل في واحد ميل عنده سيستميك لوبس. تمام، في الكلينيكال بيكتشر بقى هنبص على 3 حاجات مهمين: جنرال مانيفستيشن، articular manifestation و extra articular manifestation. زي ما احنا متعرف connective tissue disorder بتميز بين inter articular و extra articular manifestation. اول حاجة general manifestation هنلاقي فيه fever. طب ليه fever؟ لانه inflammation فلازم يكون فيه سخونة، fever. 2 fatigue، طب احنا هنقول ليه fatigue؟ لانه عبارة عن chronic disease. تمام، او chronic inflammation، فchronic inflammation بيجي معاه fatigue، وفي fatigue وفي fever فيحصل sweating ويحصل weight loss. ده بالنسبة general manifestation. 3 fever، fatigue، sweating. تمام، طب بالنسبة للarticular manifestation، articular manifestation حاجة متعلقة بايه الارتكل، هنتكلم عن 3 حاجات فيهم مهمين خالص، 3 دي: distribution، description، و deformity. distribution يعني بيشمل ايه، يعني هل هو بيشمل joint واحد ولا اكتر من joint، هل هو symmetrical ولا asymmetrical. تمام، الكلام ده يبقى في distribution هنبص على هنبص على 5 حاجات متعلقين بيها. اول حاجه number of affected joint، يعني يعني المرض ده بيأفكت واحد joint هنسميه مونو ارثرايتس ولا بولي بيأفكت اكتر من joint اسمه بولي ارثرايتس. فقال لك ملحوظ عن ان الروماتولوجي ديزيز
معظمها بولي ارثروباثي تمام، ما عدا الجوت الاكيوت جوت في بعض الحالات ممكن ايه مونو ارثروباثي. يبقى النمبر اوف افكتد جوينتس، هل هو المرض ده مونو ولا ايه بولي ارثرايتس تمام. اتنين، هل هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال، يعني هو في نفس يعني هو في الناحيتين ولا ناحية واحدة. طب طالما احنا قلنا، طب احنا لو جينا للمعنى ده، لا ممكن المونو يبقى سيمتريكال، لا المونو اساسا بيأفكت مثلا وان جوينت، لكن البولي ارثرايتس ممكن يبقى سيمتريكال وممكن يبقى ايه اسيمتريكال. فاحنا هنبص المرض ده هل هو سيمتريكال بيأفكت البوز جوينت مثلا، افكت الالبو ناحية الرايت وافكت الالبو ناحية الليفت، ولا افكت ولا ايه اسيمتريكال، ممكن افكت الريست وناحية انا افكت الالبو بس، وهكذا تمام. قال لك ايه، كل امراض الروماتولوجي تبقى اسيمتريكال ما عدا روماتويد ارثرايتس والسيستميك لوبس، الاثنين دول سيمتريكال، يعني عمل في الريست هنا هيأفكت الريست الناحية التانية تمام. طب قال لك ايه برضو من ناحية الديستريبيوشن، هل هو بيأفكت السمول جوينت ولا لارج جوينت؟ قاعدة كده معظم الأمراض الكبيرة بتأفكت السمول جوينتس تمام، بالتالي الروماتويد أرثرايتس والسيستميك لوبس بيأفكت مين؟ السمول جوينت تمام. والنمبر اوف افكتد جوينتس، هل هو مونو ولا بولي، سيمتريكال ولا اسيمتريكال، بيأفكت السمول جوينت ولا لارج جوينت. طب بالمنطق كده لو مرض بيأفكت السمول جوينت يبقى هو بيبقى ايه، بيأفكت بريفرال مور ذان سنترال. جت رابع نقطة خدتنا لحتة ايه، هل المرض ده بريفرال بيأفكت ابر لوب لمب ولا سنترال بيأفكت الفيرتبرال كولوم والساكرو الياك. يبقى اذا روماتويد ارثرايتس والسيستميك لوبس بيأفكت بريفرال مور ذان سنترال، مش معنى ان الروماتويد ديزيز ده بيأفكت السمول جوينت يبقى هو مش أفكت لارج جوينت، لا بيأفكت بس المور انسيدنس فيه او اكتر حاجه بيأفكتها السمول جوينت عن ايه اللارج جوينت تمام. رقم خمسة في الديستريبيوشن هنبص هل هو ايروزيف ولا نون ايروزيف. ايروزيف يعني بياكل، يعني بيأثر على الكارتج، بياكل الكارتج ولا لا. قال لك في نوعين، نون ايروزيف وايروزيف. نون ايروزيف ده بيحصل لك انفلاميشن في السينوفيال ميمبرين اولي، يعني بيعمل لك سينوفيتس تمام، بس مش بيأثر لك على الكارتج، مش بيعمل لك ديفورميتي، ده معنى نون ايروزيف تمام. انما الايروزيف ده قال لك ايه مش مؤدب، اللي هو ايه بيمدي على الكارتج يعمل له ديفورميتي ويعمل له ديجنريشن، ده بالنسبه للايروزيف ونون ايروزيف. وبرضه لو جينا الحته دي هنلاقي ان الروماتويد ارثرايتس بيعمل ايه، بيبقى ايروزيف تمام. طب اذا ديستريبيوشن لو بصينا كده، لو جينا نعرف الروماتويد ارثرايتس هو عباره عن ايه، عباره عن كونكتيف ديس اوردر كاركترايز بار انتر ارتيكولار اكسترا ارتيكولار. الانتر ارتيكولار مانيفيستاشن معانا اللي هو عباره عن بولر ارثرايتس سيمتريكا افكت سمول بريفرال جوينتس وايروزيف تمام، ده بالنسبه للحاجات دي. فكل مرض هيبقى فيه الخطوات التعريف بتاعت الحاجات دي تمام. اتنين، الديسكريبشن، كل ده انتر ارتكل الديسكريبشن. طبعا احنا عارفين ان الروماتولوجي ده عباره عن ايه، بيحصل فيه انفلاميشن، فبالتالي الديسكريبشن الحاجات اللي تظهر عليه، حاجات الريد فلاجز بتاعت ايه الانفلاميشن، اللي هي ايه، ريدنس، هوتنس، تندرنس، سوولن، ليميتيشن اوف موفمنت، كل الحاجات دي تبع الانفلاميشن تمام. تالت حاجه احنا قلنا ديستريبيوشن ديسكريبشن ديفورميتي. طب الديفورميتي احنا قلنا لو اوروسيف هيعملك ديفورميتي ان هو بيأفكت الكارتج وبياكل حاجات كتير معاه، لكن نون اوروسيف مش هيعمل لك ايه ديفورميتي، قلنا المثال بتاعته اللي هو ايه روماتويد ارثرايتس تمام لغايه كده. بالنسبه للاكسترا ارتيكولار مانيفيستاشن دي حاجات برضو احنا قلنا بيأفكت الكونكتيف تيشو، فمش بس في الجوينت، لا كونكتيف تيشو عامه، في مصل، في تندون ليجامنت كارترج، وهكذا تمام. اي كونكتيف تيشو بيأثر عليه، فبيأثر لك على حاجات كتير، على 8 تمام. فيهم 2 قال لك كل الاكسترا ارتيكولار مانيفيستاشن بيقولها ذا سيم، كل حاجات هي في كل روماتولوجي ديزيز ما عدا الحاجات اللي بتأفكت السكن والرينال تمام، مختلفه. بيبقى عندنا الثمان حاجات، الاكسترا ارتيكولار مانيفيستاشن عندك 8، اتنين منهم سكن مانيفيستاشن ورينال مانيفيستاشن، 3 منهم بحرف السي اللي هي كاردياك سي ان اس وشيست تمام، واتنين اي مانيفيستاشن وجي اي تي والبلد تمام. الكلام لغايه دلوقتي نبدا اول حاجه السكن مانيفيستاشن روماتويد ارثرايتس، ده المختلف، ده مش ذا سيم في كل ايه السكن والرينال، مش نوت ذا سيم في كل الامراض تمام. فقال لك روماتويد ارثرايتس بيبقى فيه بالمر اريثيما، يعني في البالمر سايد بتاعت مثلا الريست بيعمل لك ايه اريثيما.
ويعمل لك سب كوتينس ايه نوديولز. تمام، سيستميك لوبس انا عارفها بعدين بقى لان ليها حاجات كتير. سكلوديرما بيعمل لك سكين اند ديوريشن. يعني الكلام ده سكلوديرما عباره عن زي من سكليروزس، تصلب في السكين، بيعمل لك سكن ديب سكنينج في السكين نتيجه اوتو ايميون ديزيز، بيعمل لك ديب سكنينج في السكين، فبالتالي بيعمل لك حاجه اسمها سكين اند ديوريشن، تصلب او ايه يعني سكين بقى ناشف كده وتخين. تمام، وقال لك في حاجه كومن في كل الديزيز، بيبقى في بلو شاحب من السكين، في فاسكولايتس التهاب في البلو فيزلز يعني، في راينوز ديزيز اللي هو ايه البلوش في الديستال اللي هو نتيجه الاسكيميك هارت ديزيز او الكلام ده. تمام، اللي هو في الجلد بيبقى ازرق، ده بالنسبه للسكين. يبقى عندك سكين مانفستيشن روماتويد ارثرايتس، يحصل بالمر ارسيما والسبكتينس نديول، سيستم الجلوبس هنعرفه بعدين، سكلرو اديما بيعمل لك سكين اند ديوريشن، تصلب في السكين، في كل الديزيز بيحصل بالو فاسكولايتس راينودز ايه ديزيز. تمام، رينال مانفستيشن قال لك في روماتويد ارثرايتس بيعمل لك ايه امايلويد دوزيس، يعني تراكم او اكيوميليشن اوف امايلويد بروتين ان ذا تيشو. تمام، وتعمل لك مشاكل لايف ثريتنينج يعني بعدين نعرفها. سيستميك لوبس بيعمل لك جلوميريولو نيفرايتس، بيعمل لك التهاب في الجلوميريول في الجلوميريول اللي دي اللي انت عارفينها بتاعت الكدني. تمام، سكلوديرما احنا قلناها دلوقتي، سكلوديرما بتعمل لك رينال كريسيس. رينال ايه كريسيس؟ يبقى رينال مانيفستيشن ثلاثه، روماتويد ارثرايتس بيعمل لك امايلويدوزيس، سيستميك لوبس بيعمل لك جلوميريولو نيفرايتس، سكلوديرما بيعمل لك ايه رينال كريسيس. تمام، طب الكاردياك مانيفستيشن احنا قلنا في ده انفلاميشن، فهو بيعمل انفلاميشن للثلاث طبقات بتاعه الهارت، يعني هيعمل لك بريكاردايتس مايوكاردايتس واندوكاردايتس، هيعمل لك انفلاميشن في الاورطه، في عمل لك سيستميك هايبرتنشن، هيعمل لك انفلاميشن في الكورونر ارتريس، هيعمل لك ايه اسكيميك هارت ديزيز. اذا الكاردياك مانيفستيشن من غير حبس بيأثر على الثلاث طبقات بتاعه الهارت، بيعمل لك بريكاردايتس مايوكاردايتس اند اندوكاردايتس، وبيأثر على الكورونر ارتري بيعمل لك اسكيميك هارت ديزيز، وعلى الاورطه بيعمل لك ايه اسكيميك سيستميك هايبرتنشن. تمام، نجي للشيست، شيست مانيفستيشن طالما حصل بريكارديتس في البريكارديوم يعمل لك بلوريزي، التهاب في الايه في البلور. تمام، طب المرض ده كرونيك انفلاميشن هيعمل لك انترستيشال بالمونري فايبروزيس. تمام، حصل اسكيميا يعمل لك بالمونري انفاركشن، عامل مونا هايبرتنشن، وفي حاجه اسمها كابلنز سندروم، ده عباره عن كومبينيشن من روماتويد ارثرايتس وحاجه اسمها نيمو كونكوزيس تقريبا او حاجه زي كده، ده بيبقى فيها انترا بالمونري نوديولز. تمام، يعني معنى كابلنز سندروم ده من روماتويد ارثرايتس وحاجه اسمها نيمو كونكوزيس تقريبا، بتعمل لك انترا بالمونري نوديولز في الاشعه يعني. تمام، بعد كده في الاردس اللي هي ايه ودي في روماتويد يبقى كابلنز سندروم يبقى في روماتويد ارثرايتس. تمام، بعد كده عندنا اردس اللي هي اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ده تبقى في سيستم كلوبس. عندنا اربع حاجات بتعمل لك ايه اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، لو حصل سيبسس اللي هو سيبسس اللي هو التعفن في الدم او حاجه كده سيبسس يعني، بتعمل لك اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. لو حصل اسبيريشن اوف جاستريك كونتنت تعمل لك برضو اردس. لو حصل سيستميك لوبس اها او السموكينج ده ساعات بتعمل لك اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. اذا شيست مانيفستيشن بلوريزي انترستيشال بالمونري فايبروزيس نتيجه الكورونيك انفلاميشن بالمونري انفاركشن بالمونري هايبرتنشن كابلان سندروم في الروماتويد ارثرايتس والاردس في السيستميك لوبس. تمام، طب برضه بيأفكت على ايه؟ بيأفكت على النيرفس، بيأفكت على السنترال نيرفس سيستم، ما كل ده اكسترا ارتكيولر. تمام، كونكتيف تيشو، فبيعمل لك حاجه اسمها سايكوزيس. سايكوزيس ده عباره عن ايه؟ اضطراب عقلي، ديبريشن، نيوروباثي، ميوباثي، ابيليبسي، يعمل لك حاجه اسمها سيربرال فاسكولايتس. السيربرال فاسكولايتس ده التهاب في في البلو فيزلز اللي راح على السيربرم، بيعمل لك ستروك. تمام، في حاجات تاني الكوريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن برضه نيرف ديزيز يعني، بتعمل لك ماسل سباز. تمام، في حاجتين هنضيفهم بس للروماتويد ارثرايتس، واحد الناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس ممكن يبقى عنده بارابليجيا، وده ممكن يعمله بسبب ايه؟ بسبب سبلكسيشن اوف اتلانتو اكسيال جوينت.
تمام، وممكن يعملها كاربر تانل ايه سندروم. سيبنا من الحتتين دول بس، دي يعني ايه مهمين. يعني في اي مانيفستيشن بيعمل لك ريد اي نتيجة ايه؟ نتيجة كونجكتيفايتس اللي هي انفلاميشن في الكونجكتيفا، و ايريدوسايكلايتس اللي هي ايه؟ الالتهاب في القزحية. فالاتنين دول بيعمل لك ايه؟ ريد اي، فتلاقيه عنده ريد ايه؟ ريد اي. تمام؟ بيعمل لك برضه جي اي تي مانيفستيشن، بيأثرك على الجي اي تي، هيعمل لك نوزي فوميتنج او اي حاجة فيها ايتس التهاب، يعني يعمل لك اسوفاجايتس، يعمل لك ابدومينال بين داوتو فاسكولايتس، جاسترايتس، بيبتيك السر، بانكرياتايتس، ويعمل لك هيباتو اسبيلينو ميجالي، يعني يحصل انلارجمنت في الاسبيلين والليفر. تمام، جي اي تي نوز فوميتنج واي حاجه فيها ايتس. بلاد مانيفستيشن بيعمل لك انيميا، هيمولايتيك انيميا، بتعمل لك اوتو ميون هيمولايتيك انيميا. هيمولايتيك انيميا نتيجه الاوتو ميون ديزيز. ايرون ديفيشنسي بيعمل لك حاجه اسمها ايه؟ مايكرو كروميك ايه انيميا، او مايكروسيتيك انيميا. تمام، سيبنا من الحته دي. اذا الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن عندنا في الاسكان، عرفنا الكلام ده، والرينال والكاردياك والشيست والسينس والاي مانيفستيشن والجي اي تي، كل ده يعني بيسببها ايه؟ بعض معظم الحاجات دي كومن او كلها ذا سيم في كل الامراض باستثناء الاسكان والرينال، بتختلف من مرض لمرض. تمام، اذا اتكلمنا عن المانيفستيشن سواء جنرال فيفر و فيفر ومن تاني فيفر وفاتيج وسويتنج، اتكلمنا عن ارتكل مانيفستيشن من خلال ديستريبيوشن وديسكريبشن ديفورميتي، والاكسترا ارتكل الاسكن والرينال والكاردياك والشست والسينس والاي والجي اي تي وبلاد مانيفستيشن. كل دي حاجات ايه بتأفكت معانا في حالات الروماتولوجي او روماتويد ديزيز عامة يعني. تمام، نيجي بقى للانفستيجيشنز، ايه الحاجات اللي هنعملها؟ هنعمل اربع انفستيجيشن، هنعمل اكس راي، هنعمل حاجة اسمها اسبيريشن اوف سينوفر فلويد، بلود بيكشر اللي هي السي بي سي دي، وسيرولوجيكال تيست اللي هو بنشوف الانتي بودي. تمام، اول حاجة الاكس راي، في الاكس راي هنلاقي فيه اوسيوبوروسيس، والاوسيوبوروسيس دي نتيجة ايه؟ نتيجة الكورتيزول اللي بياخده عشان يعالج الروماتولوجي، كتر تعاطي الكورتيزول هيعمل لك ايه؟ اوسيوبوروسيس. تمام، اتنين، لو قلنا احنا قلنا طبعا الايروزيف ديزيز زي الروماتويد ارثرايتس وغيرها، بيعمل ايه؟ بياكل لك في الكارتج، فيعمل لك ناروينج ذا جوينت سبيس، وبيعمل لك ايه؟ ديفورمت. نفس الكلام لو عملنا شيست اكس راي هنلاقي عنده ايه؟ بلورا افيوجن. دي حاجات الاكس راي، اما نشوف استبروزس هنشوف ناروينج جوينت سبيس لو في حاله ايروزيف. طب لان ايروزيف لا مش هتلاقي هتلاقي نورمال جوينت سبيس، هتلاقي نورمال جوينت سبيس. تمام، بعد كده في حاجه اسمها اسبيريشن اوف سينوفل فلود، هناخد جزء من سينوفل فلود نعمله تحليل وهنشوف فيه الانتي بوديز ولا لا. تمام، بننزل بلاد بيكتشر هنلاقي فيه لو سي بي سي هنلاقي فيه انيميا نكريز بلاد الار بي سيز، يا اما نورموسيتك اور مايكروسيتك. الفرق نورموسيتك نتيجه ايه؟ البون مارو ديبريشن، نقص في البون مارو، لكن بالنسبه للمايكروسيتك ده نتيجه حاجتين، يا اما في كرونيك ديزيز يا اما في ايرون ديفيشنسي، يعني نقص في الحديد او كرونيك ديزيز يعمل لك ايه؟ مايكروسيتك انيميا. انما فاكرين الهيمولايتيك قال لك ايه؟ اوتيمون ديزيز. كانك ثلاثه، هيمولايتيك، مايكروسيتك، ونورموسيتك. نورموسيتك نتيجه البون ديبريشن، بون مارو ديبريشن، مايكروسيتك كرونيك ديزيز وايرون ديفيشنسي، واخر حاجه اللي هي هيمولايتيك بتعمل لك ايه؟ هيمولايتيك نتيجه الاوتيمون ديزيز. تمام، نيجي الحاجات المهمه بقى السيرولوجيكال تيست. يعني السيرولوجيكال تيست بنشوف الانتي بودي، عندك اتنين، في عندك نون سبيسيفيك انتي بودي وسبيسيفيك. ايه الفرق؟ النون سبيسيفيك انتي بودي ممكن تبقى بوزيتيف في كل الروماتويد ديزيز، ممكن تبقى بوزيتيف في كل الروماتويد ديزيز، ممكن تبقى بوزيتيف برضه في الانفلاماتري او في اي حاجه حصل انفلاميشن تبقى بوزيتيف فيه، ممكن كمان واحد نورمال يبقى عنده بوزيتيف نفس الحوار. يبقى النون سبيسيفيك مش متخصصه بمرض معين، ممكن تبقى موجوده في الروماتولوجي، ممكن تبقى موجوده في الانفلاميشن، ممكن تبقى موجوده في البوزيتيف في الايه في الناس العاديه. تمام، ثلاثه هم، اول حاجه الروماتويد فاكتور. طبعا لو جبت ذهنك كده الروماتويد فاكتور اذا متخصص بالروماتويد ارثرايتس، لا، هي الفكره في ايه؟ الفكره ان الراجل اللي اكتشف اول واحد اكتشفه في مريض كان عنده روماتويد ديزيز فسماه روماتويد ايه فاكتور. تمام، طب ايه الروماتويد فاكتور ده؟
الروماتويد فاكتور ده عباره عن اميونوجلوبولين جي، قصدي سوري، هو عباره عن اميونوجلوبولين ام، تمام. يتكون اجينست الاميونوجلوبولين جي المتغير الشكل. يعني ايه الكلام ده؟ هو قال لك حصلت مشكله ما في الجسم، تمام، جهاز المناعه قام مطلع لك الاميونوجلوبولين جي عشان يشوف الانفكشن اللي حصل ده والمشكله اللي حصل. فالمشكله في الاميونوجلوبولين جي بيطلع شكله غريب شويه، تمام. فيروح الاي جي ام اللي هو المتغير فاكتور ده يشوف الاي جي جي ده كانه انتيجين، فيبدا يهاجم فيه، فعشان كده بيبقى كتير في الروماتويد فاكتور. طب قال لك ايه؟ قال لك طب هو بيبقى امتى بيبقى هايلي انسيدنس في الروماتويد فاكتور ده؟ بيبقى هايلي انسيدنس في في في, في مرض جوجران سندروم. جوجران سندروم عباره عن ايه؟ اوتو ايمون ديزيز برضه، بيبقى فيها الجسم بيهاجم الخلايا بتاعته عن طريق الخطا، زي ما قلت لكم هو شاف الاي جي جي شكله متغير فيحسبيه ايه فيروس او يحسبيه حاجه فهجم عليه، فالروماتويد فاكتور بقى ايه عالي فيه. اذا الروماتويد فاكتور ده مش خاص بالارثرايتس وهايلي انسيدنس فيه في حالات الجوكرن سيندروم، تمام. قال لك ايه؟ بيبقى الروماتويد فاكتور بوزيتيف في 80% من الروماتويد ارثرايتس، وبوزيتيف برضه في 20% بس من السيستميك لوبس. طب لوبس ريسيماتومس برضه ال ال اي بيبقى بوزيتيف في حوالي 80% من السيستميك لوبس، يعني السيستميك لوبس ممكن فيه بوزيتيف، ممكن 20% منهم ما يبقاش بوزيتيف عادي خالص، اللي هو مش سبيسيفيك، تمام، هو مش سبيسيفيك. طب انتي نيوكلير انتي بودي ده بقى ذا موست سنسيتيف انتي بودي فور سيستميك لوبس، يعني احنا لو شفنا الانتي نيوكلير انتي بودي ده بوزيتيف معانا فده بيقول لك اللي هو عنده سيستميك ايه لوبس، تمام. قال لك 95% ل 100% في السيستم كلوبس، ونسبة 30% بيبقى في حالات الروماتويد ايه ارثرايتس، تمام. ده بالنسبة للنون سبيسيفيك انتي بودي، وعرفنا قصتها روماتويد فاكتور ولوبس وانتي نيوكلير انتي بودي، تمام. نيجي بقى للسبيسيفيك، بقى الحاجات السبيسيفيك طالما موجودة يبقى ده موجود في سيستم كلوبس، موجود في المرض الفلاني، تمام. اول حاجة انتي دبل ستراند دي ان ايه، يعني انتي دي ان ايه انتي بودي للدي ان ايه نفسه اللي جوه النيوكلوس، تبقى سبيسيفيك في حالات السيستميك لوبس، تمام. في واحد اسمه انتي سميث، انتي سميث مش انتي سموث ماسل، انتي سميث يعني هو المريض اللي اكتشف فيه الانتي بودي ده كان اسمه سميث، فهو سماه على اسمه، الدكتور سماه على اسمه انتي سميث، تمام. انتي سميث انتي بودي وده في حالات السيستميك لوبس. معظم الحاجات السبيسيفيك انتي بوديز موجوده في السيستميك لوبس على فكره، تمام. وعندنا انتي رو انتي لا، ده واحد كان بيحب السلم الموسيقي يعني فقال لك رو لا لي في الكلام ده، فهو انتي رو انتي لا، ف ده سبيسيفيك للسيستميك لوبس والايه الجوجران سيندروم. اذا الجوجران سيندروم عشان نقول عليه هو عنده جوجران سيندروم بيبقى عنده الانتي رو والانتي ايه لا بوزيتيف. طب في مشكله بس الانتي رو ده مشكلته اللي هو بيعدي من البلاسينتا ويروح للجنين فبيعمل لك مشاكل كونجينيتال هارت ديزيز، ده معلومه كده لو انت رودا خطورته في ايه اللي هو بيعدي من لو واحده حامل بيعدي من البلاسينتا يروح للايه للجنين فيعمل له كونجينيتال هارت ديزيز زي الكونجينيتال سيبتال ديفكت والكلام ده، تمام. اذا لغايه دلوقتي السيستميك لوبس الحاجات اللي بتبقى بوزيتيف فيه انت دبل ستراند ان ايه انتي سميث وبرده انتي نيوكلر اللي هو نفس السبيسيفيك اللي فوق الانتي نيوكلر الاي ان ايه والانتي رو والانتي لا. في برده طبعا في زي ما قلنا من شويه في حاجه اسمها ايه دراج انديوس سيستميك لوبس. الدراج انديوس سيستميك لوبس ده نتيجه بعض الادويه زي الهيدرالازين اللي هو انتي هايبرتنسيف دراج بيسبب لك السيستميك لوبس ده، فعشان نكشف عنه لو طلع الانتي هيستون انتي بودي ده بوزيتيف يبقى ده عنده دراج انديوس سيستميك لوبس سيستميك لوبس، تمام. طبعا عندك لو في واحد عنده سكلوديرما هيبقى في نفس الاسم بتاعه اس سي ال 70 انتي بودي، التحليل ده او الانتي بودي ده سبيسيفيك تو سكلوديرما اللي هو بقى تصلب ايه الجلد، تمام، وده اوتوميون ديزيز. برضو انتي ارنب مسمينها كان انتي ارنب او انتي ار ان بي اللي هي ريبونيوكليو بروتين، تمام. ده اسوشيتد وذ ميكسد كونكتيف تيشو ديزيز، يعني في بعض الكونكتيف تيشو ديزيز روماتولوجي يعني روماتويد ديزيز بتبقى كذا حاجه مع بعض، هات لك معاها سيستم لوبس مع روماتويد ارثرايتس وكده فميكسد. ففي حالات الميكسد ده الانتي ارنب ده او الانتي ار ان بي ريبونيوكليو بروتين بيبقى ايه بوزيتيف، تمام. اذا سبيسيفيك في عندنا نون سبيسيفيك روماتويد فاكتور لوبس والانتي نيوكلير ان ايه، قلنا الانتي نيوكلير انتي بودي ده الان ايه الان ايه بيبقى موست سنسيتيف تو
سيستميك لوبس، بعد كده سبيسيفيك انتي بوديز، انتي دبل ستراند دي ان ايه، انتي سميث، انتي رو، انتي لا، كلهم في سيستميك لوبس، والانتي رو انتي لا معاها جوجلان سندروم، الانتي هيستون هيستون انتي بودي ده سبيسيفيك للدراج انديوز سيستميك لوبس الهيدرالازين، اس سي ال 70 ده للسكلروديرما، وانتي ارنب ده للناس اللي عندهم ميكسد كونكتيف تيشو ديزيز. تمام. التريتمنت اخر حاجه ده كورتيزون، ميدل كورتيزون عشان كده استفدنا روزز فوق، نون سترادر انتي انفلاماتوري دراجز، اميونو سبريسيف دراجز عشان يقلل ان المناعه عملت حاجه بعض فلازم اعمل سبريشن، وفيزيو ثيرابي بتاعنا اللي احنا عارفينه. تمام. ده كده كانت السكيم بتاعه الروماتولوجي، اتمنى تكونوا فهمتوها، ولو فهمتوها ده سهل علينا خالص في الامراض اللي جايه، لان معظم الحاجات ايه ذا سيم، ونفس التعريف بتاع الروماتولوجي عامه هو هو نفس التعريف بتاع كل مرض، ولا اضاف عليه بعض الحاجات المعينه ليه والمانيفيستيشن المعينه ليه والانفستيجيشن اللي عرفناهم كله. تمام. رب تكونوا استفدتوا وبارك الله فيكم. الداتا دي انا جايبها من كتاب اللي هو الدكتور موافي، معظم الشرح انا شرحه انا ملخصه من الدكتور موافي، وبحثت شويه على النت عن بعض الامراض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.